شكرا شكرا زميلتي منى صبع على تم الخير وصبع على هاشم وكل مشاهدي الكرام اللي تابعونا في برنامج صباح الخير. مثل ما تفضلت احنا فعلا موجودين اليوم في محافظة الأحمدي وفي طريق الأحمدي. اليوم تقوم وزارة الأشغال بيعني تغطية الحفر الموجودة في الطرق باستعمال سيارة الفولو ستي. هذه السيارة عبارة عن مصنع متنقل يعمل يعني بمواد موجودة ومستوردة مثل البتومين والصلبوخ، وتعالج الحفر من 3 إلى 4 دقائق. راح تشاهدون إن شاء الله هذه السيارة الجديدة، لكن نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. معنا المهندس عماش عليان الرشيدي مدير إدارة صيانة الطرق وشبكات في محافظة الأحمدي في وزارة الأشغال. صباحك الله بخير مهندس، يعطيكم العافية وعساكم على القوة. بالنور نصبح عليكم على المشاهدين، صباح الخير يا كويت. مهندس بدنا نتكلم عن هذه السيارة الحديثة الآن استعملتوها في تغطية يعني الحفر اللي موجودة في الطرق، نتكلم عنها على أساس ودنا نعرف المشاهد الكريم عن هذه السيارة. نعم، السيارة هذه هي عبارة عن مصنع متنقل يحمل المواد في داخله، المواد جميعها مستوردة مثل البتومين والصلبوخ ومادة منشن. فهو حاليا تقوم السيارة في خلط المواد وتسكير الحفر في أقصر وقت وسرعة إنجاز، من 3 إلى 5 دقائق إنجاز الحفرة. فهو يسهل علينا إنجاز الحفر وإنجاز المعالجات في الحفر في أسرع وقت. مهندس، هي تستمر إلى من 4 إلى 5 مراحل حتى نوضح للمشاهد الكريم، وتكون السيارة الآن تشتغل قدام المشاهد الكرام نشوف شون طريقة تسكير الحفرة من 3 إلى 4 دقائق. طبعا السيارة طريقتها هي أول شيء تنفخ تنظف الحفرة من الغبار والرمل، بعدين ترش مادة الأمنشن اللي هي المادة اللاصقة، بعدين تبدأ برش الأسفلت لتعبية الحفرة، بعدين تضع مادة اللي هي كطبقة حماية، وكل هذه العملية تتم من 3 إلى 5 دقائق. هذه المواد المستوردة موجودة مهندس في السيارة، يعني مجرد أن تحطونها تخلطونها مع بعض وبعدين مجرد أن بس تستعملون هذه السيارة تكون يعني تسكرون جميع الحفر اللي موجود؟ نعم نعم، المواد هذه جميعها مستوردة، وتعتبر السيارة كمصنع متنقل. المواد تنحط داخل السيارة والسيارة بنفسها تقوم بدون تدخل أي عمالة، مجرد أنها تخلط ومجرد بكبسة زر تخلط وتفرش الأسفلت وتسكر الحفرة في أسرع وقت. عندنا يعني كثير من الطرق اللي موجودة في دولة الكويت فيها حفر فيها مواد، لكن هذه السيارة الآن عندكم تقريبا هي مو فقط أنها سيارة واحدة؟ إيه نعم، عندنا سيارة واحدة، وإن شاء الله في توجه للوزارة أن تجيب أكثر من سيارة لجميع المحافظات إن شاء الله. بعد هذه التجربة اللي أنتم عملتوها الآن في أكثر من طريق، شلون كانت النتيجة؟ كانت النتيجة جيدة، وإنجاز حفر بوقت قصير وبكمية كبيرة وسرعة وإتقان في العمل وتسهيل لتسكير الحفر وإنجازها في أسرع وقت. مهندس، هل عندكم خطة مثلا معينة تمشون في هذا الطريق، انه والله من طريق الى طريق ومن شارع الى شارع ومكان لمكان؟ نعم، احنا ناخذ الاولوية الطرق الرئيسية من ثم الداخلية والثانوية. مهندس، اذا مثلا في بعض الشكاوى اللي توصل لكم مثلا شكوى في طريق معين في احفر موجودة، هل مثلا تتلقون الشكاوى عن طريق وزارة الاشغال؟ نعم، في الخط الساخن لوزارة الاشغال اللي هو الرقم 150، هو الخط الساخن لتلقي جميع الشكاوي، ويوجد في كل المحافظات فرق شقالة على مدار الساعة. مهندس عماش عليان الرشيدي مدير إدارة سيارة الطرق وشبكات محافظة الأحمدي في وزارة الأشغال، احنا نشوف ما شاء الله السيارة سهلة سلسة، مثلا يعني 4 عمال إلى 5 عمال مجرد انتم بس إشراف عليهم وتشوفون مثلا شلون طريقة تسكير هذه الحفرة. نعم نعم، هي السرعة فيها أن مجرد تحتاج إلى مشغل للسيارة وعمال معاي مساعدين 2 وسائق السيارة، فهي ما تحتاج كمية كبيرة مثل المعالجات السابقة اللي هي تحتاج نشاف وبوبكات وست عمال وقص قبلها بيوم تأخذ 24 ساعة، فهذه تسهل علينا المهام في تسكير الحفر وسرعة إنجازها. مهندس، لابد ان في تراعون مثلا الحراره في الوقت الان، احنا خاصه في فتره الصيف تراعون الحراره، كذلك انه في وقت الشتاء البروده. طبعا احنا السياره هذه مصممه ان تعمل في لها مواد خاصه الى فتره الصيف اللي تتحمل درجات عاليه وموادها مخصصه حق الصيف، وفي حال الشتاء لها مواد خصوصيه حق درجات البروده. نعم
مجلس كذلك احنا ودنا نشكر الاداره العامه للمرور وبالتحديد في محافظه الاحمدي مرور الاحمدي يعطيهم العافيه اللي تواجدوا معانا واغلقوا لنا الطريق لبرنامج صباح الخير ان نكون موجودين معاكم في هذا الشارع في هذا المكان. يعني احنا شنو ودك تقدم مثلا نصيحه للمواطنين اللي مثلا عندهم حفر في طريق في شوارعهم انت راح تمر عليهم ان شاء الله خلال الفتره القادمه؟ الان هي سياره واحده راح تكون ان شاء الله اكثر من سياره في جميع المحافظات. احنا ننبه على المواطنين ان احيانا الانتباه في الطريق، الاخوان في الداخليه مو مقصرين قاعد يساعدوننا ويغلقون لنا الطريق، بس احيانا كثره السير والزحمه يعرض حياتنا حياه الرجال الداخليه للخطر، فيا ريت يعني ان يمشون السير ويساعدوننا في امور حتى ننجز عملنا في اسرع وقت. يعطيك العافيه المهندس عماش عليان الرشيدي مدير اداره صيانه الطرق والشبكات محافظه الاحمدي في وزاره الاشغال، يعطيك العافيه. كذلك نشكر اداره العلاقات العامه، نشكر يعني المسؤولين في وزاره الاشغال اللي يعني اعطونا فرصه لاسره برنامج صباح الخير يكون موجود عند هذه السياره الجديده سياره الفورستي. يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا. مشاهدي الكرام كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من هذه السياره الجديده التي ان شاء الله راح تكون بمرور على جميع الطرق لتغطيه الحفر اللي موجوده. راح نرجع الى مونيا، نرجع الى هاشم لتكمله الفقرات المفيده والمتميزه لبرنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا.